إبريد. مستمعينا اهلا وسهلا بكم، صباح الخير للناس الكل، مرحبا بالعبيد اللي التحقت بينا توا 9:11 بون ويكاند الناس الكل. رجعنا لكم في ساعتنا الثالثه في إبريد، نواصلوا في ميكاترونكس مع مصطفى منصر باش نحكيوا على مخ الموتور في كرهبنا، العقل المدبر منصر اللي سير قطيع الموتور وقطيع الكهرباء. نحكيوا على لي كالكولاتور توت سويت، موضوعنا في ميكاترونكس. ميكاترونيكس منصر رويسي 9:12 لي كالكولاتور ساعة معناها تشبه على مصفى مصفى خاطر صباح الخير مصفى صباح الخير مصفى مرحبا بك سيدي لي روبريك نتاعك ظهر لي منصر معناها تنجم تجي تاخذ بلاصتي وانت حتى مصفى هذه الديسيبلين نتاعك معناها اي ديسيبلين نتاعي وديسيبلين نتاع مصفى والخدمه نتاعنا وفات الكلها في لي كالكولاتور موتور كي نقولوا كالكولاتور فما برشا من برشا من الموتور للابيس برشا انواع معناها ولا برشا معناتها بوكو دو كالكولاتور نتاع دي سيستيم فماش كان الموتور انت تحكي على مخ الموتور سي الكالكولاتور موتور فما دوتخ كالكولاتور فما كالكولاتور تاع الابيس نتاع الارباك نتاع الكونفور نتاع الاكسي خلينا نفسر احنا اش معناها ساعة الكالكولاتور المخ هذا اش معناها مصفى باش يفسر لنا ديجا نعرفوا مصفى مصفى سي ان بريباراتور يخدم تو سكي كارتوغرافي و بروغراماسيون تاع لي كالكولاتور دايور ويخدم على البون بويسونس دونك وي زيد لي سبيسياليتي نتاعكم الزوز اي اي دونك راني غاتي اليوم في بريد مصطفى الكالكولاتور كان نجمو نحاولوا نفسروه بدي تيرم بساط اقرب شوي الميكرو باش نجمو نسمعوك نبسطوه كالكولاتور بصفه عامه هو اورديناتور يجيري في دي زونتري باش يخرج سينيال في سورتي معناتها يلم دي دوني يعملهم ترانسفورماسيون ويخرج ان ريزولتا من بعد باهي هوني منصر حكي على كالكولاتور موتور كالكولاتور ابي اس كي نرجعوا لهم بالواحد بالواحد نفسروا كيفاش يكوليكتي لي دوني كيما قلت انت مصطفى وكيفاش من بعد يخرج ان سينيال منصر مثلا هو ديجا لو كالكولاتور ناخذوا مثلا ليكزامبل كالكولاتور موتور باش يحكي افيك دي كابتور معناتها باش ياخذ دي دوني ما عند دي كابتور لي كابتور باش يعطيو اون انفورماسيون L'information indique elle va être traitée on va chercher un ordre le hajet اخرين كيما موتور باز ا بابيون اللي هو selon des formules ou معناتها un algorithme un programme bien معناتها bien rodé في الكالكولاتور وعنده une autre fonction اللي هو يزمو يحكي avec les autres calculateurs خاطر بعد ساعات فما دي دوني يجيو من الكالكولاتور نعطي ان اكزامبل هكاك على الهامش مثلا يجم كالكولاتور لابيس ولا كالكولاتور او اس بي يقوم يحل السوباب دو ديشارج نتاع التوربو معناها هوني نحكيو لي كالكولاتور هذوما يحكيو مع بعضهم ولا يحكيو مع بعضهم ولا معناتها عندنا كارتة في الابيس اللي هي ماهيش ليي بالموتور اما ليي بالكارتة نتاع الموتور اللي تاخذ الكارت تاع الموتور ياخذ الانفورماسيون بعد يبعثها اللي بعد ان فيت كيما قال لو اس بي مثلا عش تحل لو اس جيت ان فيت سي لا دوموند نتاع الكالكولاتور تاع لو اس بي العادو ميساج نفسروا لو اس بي احنا حكينا فيه الموضوع لو اس بي الحلقه اللي فاتت في ميكاترونكس معك انت مصطفى نلخصوا لو اس بي لو اس بي حاجه معناتها تتحكم في ستابيليتي نتاع الكهرباء معناتها ايد لا كونجويت هي سيكوريتي انت فيها لونتي باتيناج وفيها معناتها الكونترول تاع التراجيكتور تاع الكهرباء يقدم معناها ان كا دو الكهرباء تهرب لو اس بي هو اللي يرجحها اللي يرجعها للستابيليتي يعني نشوفوا لو اس بي عمل معناتها عطى عمل ان افي على الموتور الوغ كو ما عنده حتى ليزون بالموتور كيفاش يكون لي في نتاع لو اس بي على الموتور فيت سي تري سامبل معناتها الكهرباء اكسيليريت انت بالقوي فما عجله باتينيت الكالكولاتور هذاك شلق بالكابتور de vitesse de rando donc chambre demande une réduction de couple le calculateur moteur donc chez nax le couple le calculateur moteur les puissance moteur ma table ou autre va m'a de hachi ne chez n'ahil que le poste de calpe d'elle automatiquement ou le bicham action en rien mais n'ahil que chère puissance à turbo la hache de rien monstre à part les calculateurs m'ta la bs ou le sp chana عنا ريزو كامل معناتها مش كان معناتها الكهرباء راهي بريسك وليت روبو معناتها دو نوجو ما عادش حاجه احنا تو باش نركزوا شويه في الكالكولاتور موتور باش نفسروا للعباد برشا حاجات فما عباد تتسائل مثلا يمشي يشري كهرباء نقولوا احنا 1.2 تي سي من عند فولكسواجن يلقى موجوده 85 شوفو ويلقى واحده اخرى من نفسها موجوده 110
شنو الفارق ما بينيتهم؟ جاوبني انت ترى شنو الفرق ما بينيت وكعب 1.285 زايله وواحده اخرى 1.205 زويل؟ هذا نسلو خفيف تعب تكنيك ما شنو الفرق حتى شيء ورقة. هي بيدها نفس الكهرباء اما لو بروغرام لي فوسر مش كيف كيف معناتها الكهرباء هذه 85 والكهرباء الاخرى 105 راهي بولونا كيف كيف علاش هذه عندها بويسونس نتاع 105 والاخرى عندها 85 سي لو بروغرام اللي فوس الكارت فهمت وهذا اللي باش نوصلوا نحكيوا عليه بعد الفاصل باش نحكيوا على البروغراماسيون موتور اللي انتم ريالمون تتعاملوا مع لي كالكولاتور هذوما قرايه في حد ذاتها هي منصر هكا ولا بحر مش قرايه بحر واضح احنا نرجعوا لكم بعد الفاصل باش يتواصل موضوعنا في ميكاترونكس باش نحكيوا على لي كالكولاتور باش نحكيوا على البروغراماسيون مع لي دوز اكسبير اللي حاضرين معنا مصطفى ومنصر فاصل وهنا رجعين 9:24 دقيقة مستمعينا متابعينا وين ما كنتوا انتم تسمعوا تتفرجوا في إبريد على EFM و MTH ميديا تالنت هب نحن توا في ميكاترونيكس مع مصطفى ومنصر نحكي على لي كالكولاتور كلنا حكينا على أنواع لي كالكولاتور اللي متواجدين في الكهرباء لكن خلص السؤال أنا مصطفى كيفاش وصلنا لهم هذوما لي كالكولاتور كيفاش وصلنا خلينا نقولوا صنعناهم وخليناهم هما يتحكموا يكوليكتيو لي دوني كيما قلت انت ويعطيو ديزورتر هذا اللي علاش وصلنا لهم هي البيوت دو جو هي ديما سي لوبتيميزاسيون موتور معناتها ديما نحبوا نعملوا موتور اللي يخدم خير من اللي كان قبل معناتها كيف نلوجو كيفاش قاعد نطوروا الفونكسيونمون نتاعو باش ينقص في الكونسوماسيون نتاع الكربورون وباش يزيد لي بيرفورمانس نتاعو هو دونك بدينا من الاول معناتها دي سيستيم ميكانيك دو باز معناتها نمزينا دي سيستيم ميكانيك دو باز معناتها نتاع لي كاربوراتور وحده كل من بعد بدينا نشوفوا في من الاول لي بروميير انجيكسيون ميكانيك من بعد جات لي انجيكسيون الكترونيك اللي هما نحب جوست نقول مش القصه ما نحاصل سي كيسيون دو نورم اللي قال كاربوراتور بالنسبه للعباد اللي ما تفهمش الميكانيك راه قبل كي كان كاربوراتور كان فما غاسبياج كبير نتاع اسانس اي شنو دوره هو ساعة الكربوراتور خلينا نكونوا احنا الكربوراتور قاعد يدخل فيه وي ويسانس معناتها لو ميلانج اللي يخلط فيه فوالا اللي يخلي لو ميلانج هذا هو اللي تصير عملية احتراق نتاع الاحتراق يعطي لو بون دوزاج ابروكسيماتيفمون معناتها فتاوسي الكترونيك معناتها الكترونيك معناتها بور اوبتيميزي معناتها لو فونكسيونمون نتاع الموتور ولي اقوى كل شيء اليوم منصر نحكيو على لي كالكولاتور موتور ونحكيو زيد على نوع جديد من الاوبتيميزاسيون كيما كنت انت تقول نحكيو على البروغراماسيون موتور معناها تعاود تخلق بروغرام جديد للكارته هذيك او للي كالكولاتور هذوكم ومنصر ومصفى هذيا ظهر لي الاختصاص نتاعكم في جراج اوتوتي كيفاش تصير البروغراماسيون بالضبط اول حاجه لازم تفهم لو بوزوان وينو هو الهدف نتاعها الهدف نتاعو فما عبيد معناتها دي بروفيسيونيل تلقى عندهم كراهب مثلا ايتوليتير اللي هي مثلا تهز في برشا ثقيل وتلقى زيد فريجيدير معناتها زيد بارتي تبرد الكهرباء رزانت ويخدم بها لو في دو انت كي تشري كهرباء فيها ان بروغرام اللي هو يخدم الكهرباء نورمالمون بالكدا والكل موش معمول ليك انت معناتها مش معمول خدمتك انت بالضبط لو فيت اللي تاخو انت كهرباء تو اوبتيميز البروغرام نتاعها بارابول الفونكسيونمون نتاعها في برشا غان في غان في كوب نتاع كوب في كونسوماسيون تيح وفي برشا حاجات معناتها برا كانوا يعملوا هكا لا بروغراماسيون خرجت على باز من الاول عند لي اندستريال ما نعرفش كان تشوف كمين مثلا تلقى كاميون ايفيكو وراها برشا حاجات اخرين هاو غرو هاو بومب هاو درش راهو الاندستريال يركب هذا الكل بل ما يركب يمشي الى ادابتي لو بروغرام وبدلها فهمت راهو معناتها سي عندك لا بوسيبيليتي راهو باش تكون كرهبتك معناها اليوم بالكارت الكترونيك اللي متواجده في الكهرباء باللي كالكولاتور تنجم بالبي سي هكا ولا كيفاش تصير بالضبط العمليه وصف لنا منصر يعني خلي مصر كامل يحكي لكم مصطفى لازم نفهموا الكالكولاتور هو كيما قلنا كمبيوتر معناتها دونك فيه ميموار والميموار هذيك في وسط ان بروغرام اللي هو باش معناتها باش يعطيك كيفاش تريتي لي انفورماسيون دونتري كيفاش لو دومون سورتي وفيش نلقاو دوكم دي كارتوغرافي موتور ديفيرون معناتها كل حاجه
تكنولوجي اللي معناها كارتوغرافي. الكارتوغرافي هي سين معناتها تنجم تكون انواع معناتها حاجه باش تعطي ان اوردر بوندون في بيريود معينه باش كل حاجه ديك تصير معناتها سواء ان انجل دالوماج سواء ان دوزاج بريسي نتاع انجيك كاربورون انجكتي سواء حاجه اخرى يعني باش تتحكم في الكميه معينه نتاع كاربورون باش يدخل. اسمها كارتوغرافي هي اسمها كارتوغرافي خاطر اون فيت سي ان كوربا 3 دي معناتها الـ Y نتاعك اللي ديبون دو 3X فهمت. دونك تلقى روحك عندك اون كارتوغرافي هذوكم سي دي شيفر مثلا قداش كونتيتي انجكتي ولا دوري سي اون فونكسيون حاجه بارابور لحاجه اخرى معناتها. وهوني ما نحكيو كان على الكونسوماسيون في البروغراماسيون ولا فما دي دوني اخرين ولا معطيات اخرى تنجم تتبدل بالنسبه للي اندستريال ولا حاجات هكاك بون سا ديبون بعد انت فين فين الدومين معناتها فما تو باغ اكزومبل معناتها مثلا تمشي تشري انت ان شاسي كيما نقولوا نتاع ايفيكو اما انت ايفيكو ما تعرفش نورمالمون شنو باش تعمل بيه هذاك من بعد دونك جينيرالمون باش تلقى في الكمين ديجا باش تلقى فما ان بور جينيرالمون في الكمين تاع روبروك موجود في برشا كمين تاع البروغراماسيون موجود معناتها ويزم كون ماشين اديكوات وان بروفيسيونيل تمشي تشوفه باش يعمل لك هو روبروك هذيك وان فونكسيون انت الكمين شنو باش يخدم الخدمه نتاعو هو معناتها شنو باش تحط فوق الشاسي هذيك اون فا ادابتي لا كارتوغرافي للخدمه هذيك معناتها مش كيف ما واحد شلون خدم... مثلا البوا نتاع الكاميونه لي ديستانس اللي باش الماشين غيري باش تخدم على البريك سو صافي سام بريز دو فورس ولا لي حاجات هذوك الكل دونك هذوك الكل اون دو ادابتي لو بون فونكسيون موتور بور جوستمون فير لو بون روندمون انرجيتيك معناتها باش ما يصيرش غاسبياج في معناتها في معناتها في الكاربورون نتاع الكاميون. وهوني الكارتوغرافي منصر واللي كالكولاتور والروبروغراماسيون نتاع لي كالكولاتور هذيا ما يقفش كاين في العالم هذا فما زاده في عالم السيارات عالم السيارات اللي هو زاده نحكيو على السبور على السبور هو راهو باش نفسر انا حاجه لا روبروغراماسيون راهو معموله للسبور معناتها انت كي تاخذ كهربه تعمل لها روبروغراماسيون راهو الكهربه نتاعك لا كارت غريز ديزون ما عادش ادابتي للبرفورمانس نتاعها ولا على معناتها لي كاركتيرستيك تكنيك نتاعها دونك راهو نورمالمون كي تعمل روبروغراماسيون الكهربه تهبط على بيست و بيست معناتها سيركوي وتسوق لهنا شنو وين تنفع الكهرب كي تاخذهم تاخو ان موتور اللي هو راهو جينيرالمون باش تلقاه جينيرالمون باش تلقاه بريدي على الفيسكاليتي مثلا كيما كنا نحكيو 85 شوفو و 105 شوفو علاش موجودة 85 وموجودة 105 الوغ كو هي نفس الكهرباء خاطر بالنسبة للكونسيسيونير جماعة 105 اللي هي 5 شوفو سي سا لو مارشي راهو المارشي نتاعو 5 شوفو فيسكو الاخر والمارشي الاخر لي 6 شوفو فيسكو ما يقومش يعمل لهم ان موتور كل واحد معناتها كان تعمل موتور الكل كاميرا وتولي تتكلف غالية يولي يعمل نفس الموتور لكن البروغراماسيون نتاع الموتور هذي أخرى ولا يعمل ان موتور اللي فيه بوتنسيال الفي مش الفي معناتها بوتنسيال كبير ومن بعد سولون لو مارشي اللي هو باش يخدم فيه يحط لو بروغرام اديكوا بارابور على لا بويسونس لا كونسوماسيون والكوبل والحكايات هذوما الكل فهمت. وهوني في البروغراماسيون منصر زاد كيما قلنا تنجم تقوي في لي شوفو اكثر من ان شوفو دو شوفو ترو شوفو نعرف لي نتوما في البريباراسيون نتاع الكراهب نتاع الدريفت توصلوا الكهربه فوق 600 زيله و 700 زيله كيفاش نجم توصل لها لا مش بروغراماسيون برك هذيك هذيك مثلا ماش نحكيو على غو بروغراماسيون نحكيو على بروغراماسيون معناتها في الدريفت ولا حاجه الكراهب نوصلوهم 500 و 700 فما اون بارتي ميكانيك ديجا كبيره برشا خاطر احنا تو كي نعملوا اون بروغراماسيون ما تكيبش باش نجيو موتور قوي ويزنا نعرفوا لا توليرونس نتاع الموتور باه احنا كي نحبوا نخلطوا 500 شوفو 700 شوفو عدد هذوما معناتها نتاع سبور الموتور راه ما يخلطش لازم لي بيس ميكانيك يكونوا لازم ديجا تكون فما اون باز ميكانيك لازم الموتور يتحل وبرشا حاجات يتبدلوا كان تحب توصفه كامل يحكي لنا فما حتى لا جيستيون بروغرامابل اللي حكينا عليها Oui, en fait, un stagiaire, معناتها, une reprogrammation standard, معناتها, monsieur X, il n'est pas capable de faire le carab. Aïe, carab, je ne sais pas, les berlines, les sports, je ne sais pas, les carab, il n'est pas capable de faire la reprogrammation. اي كهرباء باش تعمل روبروغراماسيون اما وقتاش تولي روبروغراماسيون انتريسونس كيبدا عندنا ان غا دو مينيموم دو 25% بارابور على بويسونس دوريجين معناتها سينو حاجه مش انتريسونت على جمله معناتها دونك انا داير فما برشا عباد الغرب ما نجمش نقبلهم خاطر لو غا معناتها ضعيف بارابور لشنو هما يستنيو من السياره نتاعهم بلغه اخرى اون فيت الموتور يحكم فيه معناتها كي نحكيو على ستاج ان مانيش نبدلو حتى شيء من الموتور باش ناخذوا لا توليرونس معناتها الموتور هو بيدو الحاجه اللي باش توقفنا هي لا توليرونس نتاع الموتور كالموتور هذايا
ما يفوتش ال 115 وهو على باز 110 نحكيو زويل هون زويل معناتها كان هو ما يفوتش 115 وتوا على باز دوريجين 110 مصفى باش يقول له ما نجمش نخدمها لك خاطر اون فيت باش تربح 5 شوفو مش يبدلوا حتى شيء معناتها فهمت فما كراهب اخرين اللي من 110 تطلع ل 200 معناتها كيما قال هو كي تبدا فما ربح نتاع زويل كيما خلينا نقولوا يفوت ال 25% من عدد زويل اللي ديجا موجودين. يعطيك الصحه مصطفى, يعطيك الصحه منصر. كانت هذه ميكاترونكس فاصل قصير مع الموسيقى ونرجع في كود فار وين باش نحكي ومع هشام عامر على الفورمولا واخر لي نيوز ولي زاكتواليتي نتاع الاف 1. فاصل قصير وهنا راجعين ما تبعدوش. 9:41 دقيقة متابعينا اللي كنتوا تتابعوا فينا واللي مازلتوا كي التحقتوا بينا, هذا موعدكم مع عالم السبور ميكانيك باش نحكيو فورمولا تو سويت في كودفار. كودفار منصر ذا اللي كودفار بالحق وليت رونديفو للمغرمة بالسبور ميكانيك. نحكيو دريفت, نحكيو رالي, نحكيو فورمولا, نحكيو كارتينج, نحكيو موتورات فاتور دو كوليكسيون. حكينا برشا على الموضوع نتاع الفيدراسيون والمشاكل اللي عايش فيها السبور ميكانيك في تونس عموما. ضيفنا هشام عامر, اهلا وسهلا بيك. شرفتنا اخويا بحضورك. اطليله ديما جميله اطليله هشام. دونك لحد اللي فات صارت حكينا على الفورمولا ديجا, حكينا على السيزون تاع 2022 وصارت الدوره تاع لونغري. صارت فيها برشا حاجات برشا حاجات. وقبل كل شيء نحب نعدي تحيه لخونا عزيز بن فاضل وتحيه لجميع رؤساء النوادي في رياضة السيارات, نجيب عربي ماهر, تحيه للجميع, تحيه للجميع ان شاء الله العبيد اللي تخدم على روحها وان شاء الله نوصلوا ننهضوا بالسبور ميكانيك. سبور ميكانيك وبربي ميساج الرئيس نادي نحب نوجه له ميساج من المنبر هذايا, راهو باش تقعد تخمم بالطريقه اللي قاعد تخمم فيها, راهو ماكش باش توصل لنتيجه كبيره. ونحب نعمل له ان جوست ان تي رابيل يعيشك جوست فرات اللي انا راني كنت من الاوائل اللي عيطت له باش يطور رياضه الكارتينج وعيط الفتيات باش تطور هي رياضه الرياضه النسائيه في رياضه السيارات باش نرجعوا له. احنا راه الموضوع هذا يجيم في كودفار سيرتينمون, مازالت السيزون طويله باش نعاودوا نحكيوا على الحاجات هذه. اللي خلينا نركزوا اليوم في موضوعنا الفورمولا اللي صار جمعة اللي فاتت في لونغري. برشا حاجات صارت فرد جمعة, دونك عنا برشا ماتير باش نحكي فيها. بكري حكينا على الكلاسمون, احنا اللي حكينا على الفورمولا دي نحكيو على الكلاسمون نتاع الفورمولا. كلاسمون فورمولا بيان سور ماكس فيرستابن معناها بدون منازع. ما كان تذكروش كلامي في اخر مره طليت عليها لهنا, قلت لكم راهي لحد اللي فات ماهوش بيلوت, راهو فما ايكيب تخدم التالي. فما انا شميتس هي الديريكتريس استراتيجي في ريد بول, دخلت من 2009 للريد بول, دونك عندها بريسك اكثر من 13 سنه تخدم في ريد بول. هي راهي اللي ربحت سيرجيو بيريز في موناكو, هي اللي ربحت راهي ماكس في هونغري. دونك سي اون استراتيجي لا فورمولاسيون ايكيب, سي با جوست ان بيلوت. والعكس صحيح في الفراري مثلا, في الفراري العكس صحيح. في الفراري مثلا نشوفوا في لونغري غلطه كبيره عملتها فيراري في لونغري. معناها انت الفورمولا سي دي زيكيب شي يعملوا لي زيكيب ومن خلي جوستمون خلينا نفسروا شو معناها ايكيب في الفورمولا. انت قلت ليكوري فوالا ماهيش بيلوت, راه فما توت اون ايكيب وراها منيش متكونه ليكيب هذه يا هشام. متكونة من الديريكتور استراتيجي, فما لي داتا اللي يجيو يخلطوا معناها لي تكنيسيان يخلطوا, حتى مثلا في فيراري يمشيو المارينيلو لي داتا هذوما لي زانفورماسيون بور ديفلوبي لا فواتور. راهو الكارت فورمولا كان نحكي لكم ان ديتاي دو ديتاي, معناها فما ان تي ريزيرفوار فيه زيت معناها اوكاود يصير اون سور كونسوماسيون دويل ولا حاجه, راه فما بوتون في الفولون ينزل عليه البيلوت باش لانجيكت دو لويل وهو يجري في السيركوي كي يسخنوا لي ديسك دو فران. يقولوا له علاش, يقولوا لهم علاش سخنوا ديسك فران, يقولوا له خلي معناها ابعد شويه على الكهرباء اللي قدامك باش يبردوا لي ديسك دو فران. الفولون راه باش نعطيكم انفورماسيون, الفولون تاع الفورمولا راه 100,000 يورو معناها بلس 330 مليون سومو, معناها راه مش حاجه هينه على الاخر. ان شاء الله مصطفى مازال يسمع فينا. فوالا قلت له قال امبوسيبل. فوالا 100,000 يورو, لا 100,000 يورو فولون تاع فورمولا سي يعطيه لي دوني الكل.
فوالا جوستمون معناها هوني باقي نحكيو على الكوليك دو دوني اللي تقريبا كنا نحكيو فيها بكري في ميكاترونكس لي كالكولاتور لي كابتور هذوما اللي يلموا المعلومات باش في الاخر بعد الكورس يستغلوا المعلومات هذيا تصير اناليز للمعلومات باش يطوروا من الكهرباء هذه خاطر في الفورمولا نعرفوا اللي بين الجران بري والجران بري الكهرباء تتبدل لا وحاجه اخرى بربي تقولها حكيتوا عليها انتم بكري كاتوسكي الكتريك لي فواتور الكتريك وشي كيما حكينا المره اللي فاتت اللي لو موتور هبريد فيه لاتمو وفيه الكتريك دونك لو موتور الكتريك هذاك يل بيز 145 كيلو معناه يل في دو بوا في الكهرباء ويل ديفلوب انتر 160 و 170 شفو والكهرباء راهي لاتمو 850 شفو معناه اون بار 2000 شفو في كهرباء الفورمولا و سي لا سول انفورماسيون اللي حتى ايكيب ما تحب تحط عليها حتى شيء في الفورمولا سي لا بويسونس دو موتور على خاطر الكل ديفلوبمون كل فما برشا اسرار يصيروا راهو يشلقوا بهم بعد شو نجم نعطيك فازا كان تاخذ اول جران بري واخر جران بري وتشوف لي بيرفورمانس نتاع اي كهرباء تاخذ كهرباء فيراري مرسيدس تلقى تبدلت فما حاجه اخرى فما تبدلت شمعنى تبدلت تبدلت مثلا تلقى ولات عندك اكسيليراسيون خير فريناج خير ولا تلقى ليزور دي بنو ولا اقل ما تصير تطور ريفولوسيون خلينا نقولوا نتاع الكهرباء هذه على طول في كل سيزون عندك انت ان بودجي الاولاني باش تعمل به الديفلوبمون باش تعمل به الكهرباء والكل محدد من اللي فيها ومن بعد راهو عندك ان اوتر بودجي اسمه بودجي كابا اللي هذايا معمول كان على على التحسينات اللي باش يصيروا وقت الكورس او كور دو لا سيزون كل سيزون كل سيركوي احنا توا عندنا لو شامبيون حتى توا معناتها اللي هو الاولاني ماكس فيرشتابن وكرهبتو ريد بول راهي الجران بري الاولاني اللي لعبته ريد بول كهرباء ماهيش رابيد وماهيش فيابل وتوا امي سيزون نحكيو على اكثر كهرباء فيابل اي ومن عز كهرباء غابيد ثانية أكثر كهرباء غابيد اسمع مصر فيابيليتي من الأكثر فوالا من الأكثر خاطر آخر مرة وقت في لونغري بيدها وقت بيريز هذاك صارت له البان وفيرشتابين زاد خرج ديزيام خاطر صارت له البان وقت الكاليف ما وقت الكورس مونسر فيرشتابين إلا في أن بروبليم دو ديسكومبراياج شو ذاك شو نحب فوالا دونك مازال فيابيليتي ريت لي بروبليم نتاع فيراري جي لامبريسيون هما بيدهم قاعدين يقعدوا وينقصوا شوي مي ريد بول مثلا كانت عندها مشكلة متاع الباتري ومن بعد ولات عندها مشكلة متاع الجيستيون وتوا هاو نسمعنا باللومبراج ديما مشاكل أخرين أما تنجح صحيح أما تنجح ديما المشاكل جوستومون هما اللي يخلقوا لي سوليسيون هما اللي يطوروا من الكهرباء أنا راجعين هشام فصل قصير ما تبعدوش بريد كودفار 59 دقيقة كودفار موعدكم مع عالم سبور اوتوموبيل اليوم موضوعنا الفورمولا وضيفنا سي هشام عامر لأننا كنا حكينا على الكراهب حكينا على كراهب الفورمولا كيفاش من الأول في أول السيزون من أول جران بري حتكشي لليوم مي سيزون تلقى الكراهب تبدلت تطور تحسنت كما قال منصر بكري في الفريناج حسنت في الأكسيليراسيون في الفيتيس اتسيتيرا دونك لي بيلوت هشام والله قبل ما ندخل لي بيلوت جست نرجع ديما للي حكينا فيه اللي فيراري ديما قاعد فرد غلطه دوبوي جون تودي شوماخر ما لقاتش اللونسمون نتاعها معناها باش تسيب روحها معناها نلقاو فرد غلطه في لونغري معناها هما شنو هما لي زيكوري ش يعملوا يستناو معناها لادفيرسير شنو باش الاستراتيجي نتاعو بارابور اون بنوماتيك معناها كي نشوفوا احنا بدير في العجالي معناها فهمت كيفاه باش نعملوا نشوفوا شنو باش يعملوا في معناها الكورس نتاعهم بارابور للعجالي نلقاهم وقت ألبين بدلت عجالي دور أبارامون فيران في بالهيش في بالهم في بالهيش معناها بدلت ما نصورش دو بيلوت ألونزو و أوكون يبدلوا دور ما في بالكش سي أن بو ديفيسيل أنا نشوف علاش أما هما حبوا يلعبوا ورقة ونقول أنا يتبعوا استراتيجية ذيك بالكش تكون رابحة دونك ما مشيوش في استراتيجية متاع الليكيبيت لولالين اللي هي مرسيدس وفارا ريدبول اللي حطوا الميديوم حطوا الهارد سمعني خلي العباد تفهمنا كي نحكي الكورس انفيت متاع لونغري راهي راهو الدوبيل والواحد مش سهل معناتها راهو فما اي سيركوي راهو السيركوي هذاك بريسك فما اون ولا دو استراتيجي غانيونت سوفت سوفت ميديوم والا دو زاري معناها سوفت سوفت ميديوم معناتها العجالي تاخذ معناتها ريت لي زيكوري الكل هم مخزين نفس الاستراتيجي العجالي من الاول مخزين العجالي سوفت ومن بعد تاخذ ميديوم
شنو الفرق ما بيناتهم العجلي هذا منصر؟ ممكن يجي من اجل السوفت. السوفت هو التوندر برشا، معناها سوبل برشا، معناها الجريب نتاعو خير من الميديوم، معناها يشد اكثر في الكيس، يشد اكثر، مي راهو لوزور نتاعو معناها نقولوا احنا لوزور يتاكل اكثر من الميديوم، فهمت كيف؟ فوالا. والهارد كيف، وحتى في معناها باش يسخن ويشد يكون الجريب نتاعو خير، يكون اسرع من الميديوم، وبيان سور الميديوم يكون اسرع من الهارد اللي هو معلومه قلنا المره اللي فاتت اللي العجالي نتاع الفورمولا لازمهم يسخنوا لازمهم كما نقولوا كيما احنا في الدريفت منصر يسخنوا بالكدي باش ينجموا يشدوا في الكيس. وراهو انفورماسيون تري امبورطون راهو بالنسبه للسبور ميكانيك، راهو اول حاجه شنو اول حاجه كونتاكت مع الكيس هو البنوماتيك، معناها هو البنوماتيك البنو هو اللي يربحك هو اللي يخسرك، يجم يكون راهو تكون تجم يكون موتورك قوي، يجم يكون بيلوت طياره، والاستراتيجي معناها هذا كيفاش نتاع العجيلي ما تكونش باهيه راهو تجم تخسرك كورس كامله. يعني هوني نفسوا للمستمعين اللي هي استراتيجي انفورماسيون تري امبورطون بالنسبه للي بنوماتيك للعجيلي. اون 2018 راهو يافي معناها كان فما تسعه معناها تسعة نف شواء متاع عجيلي. اليوم رجعنا لخمسة، تصور تسعة معناها تسعة معناها سي انور معناها بوغ لا استراتيجي نتاع السادة المستمعين، معناها الاختيار العجلة لهنا حتى تبديل العجلة وسط الكورس هي بدا استراتيجي حاجة يتم درسها معناها وتصير فما اناليز ودي دوني وكل شيء. الاناليز والدوني اللي تعملهم يزم فما مثلا دي سيركوي مثلا موناكو ما تنجمش الدوبل، فما حاجة اللي يسميوها لي زيكوري الانتركوت، معناتها انت تاوش الدوبل علي قدامك بالاري، معناتها بالاري تاع ستوند، هو راهو يلزمو يدخل الستوند يبدل العجيلي معناها الكلهم لي بيلوت كل باش يدخل الستوند يبدلوا العجيلي ويصبوا فيول ولا فما حتى كرهبة تعمل الكرون بري كامل من غير ما تقف غير كو على ليسونس. معناتها توا كي كرهبة الكار اللي قدامك وقف انت تاو يزمك تدوبل عليه، معناتها من بالوقوف نتاعك يزم تقرا حسابك العجيلي نتاعك التمبيراتور نتاعك باهيه ولي، وكان باش تخرج فما عام وقت باش تخرج، وشنو هما لي بيرفورمانس اللي الكهرباء باش تكون هي فيهم بالتمبيراتور نتاع الخروج هذاك. ناش كان فهمتني راه مش لو فيت اللي تجري مش تجيب جي لول ديما راه بساط يقولوا له ناقص ما تجريش تحب تربح ما تجريش، علاش على ليزور تاع لي بنو حاجتو بيهم من بعد في الفانت كورس. هشام انت شنو كنت تنجم تكون استراتيجي نتاعك لهنا؟ انا حبيت نعرج على اللي قالو منصر، صحيح اللي قالو منصر 100%، مي فما حاجه لازم ننتبهوا لها في الفورمولا خاطر لي زيكيب يستنفك الغلطه نتاع وقت تبديل البنو، خاطر واش قلت لك سي تيوتونيكي معناها اللي بدل لك العجله يجم هو يغلط البير معناها دي سكوند وهو واقف في ستوند، معناها ما يكونش الشانجمون نتاع تبديل العجله رابيد، دونك يخسر فيك الوقت هذاك في ستوند، دونك لي زيكيب يستنفك الغلطه مثلا نتاع ريد بول اللي مثلا باش تبدل العجله فيرستابين يغلطوا مثلا العجله اليمين ولا اليسار الميكانيسيان ما رجعهاش بالكدا، دونك يخسر وقت، دونك ليكيب الاخرى تتعدد. سي دونك توت اون استراتيجي، وشفناها في لونغري وقتها قالوا كان صدقني ربي شارل لوكليير ولا ماكس فيرستابن قالوا له بوكس 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 يا اخي جورج روسل دخل فيس على البوكس يا اخي سايب ليكيب الاخرى باش تدخل الوغ كو هي سي اون معناها اللعبه لعبوها لهم. بعد ساعات يرعشوا راهو مثلا تسمع بعد ساعات في فما تعرف فما الغاديو اللي هي العباد الكل عندهم حق يسمعوهم، معناتها كي يبدا البيلوت يحكي مع ليكوري نتاعو راهو يسمعوه، معناتها ميم لي زيكوري ادفيرس اللي ضده. بعد ساعات تسمع خاصه المرسيدس معروفه بها عجلي سان فابا باش ندخلوا لي سي با فغي راهو اي تمويه خلينا نقولوا كيما يقولوا بلغه الكره. تو على فيراري سامحني فيراري اللي صار لها اون فيت فيرستابن دخل دورتين بكري راهو انا شميتس فوالا لعبت اللعبه اون فيت لعبت لها باعصابها بالاخر راهو فيراري دخلت بعضها كي دخل فيرستابن على بكري وخذت لا بلو موفيز ديسيزيون تاع استراتيجي وخسرت الكورس. معناتها كان شارل لوكلير كان اللولاني كان عنده من اعز لي بيرفورمانس، معناتها شفناه كيفاش يدوبل على مرسيدس وبدا يهرب، وفما ماكس فيرستابن راهو العاشر وهو يلعب على التيتر العاشر في الكلاسمون في الكلاسمون تاع الكورس. معناتها ريد بول خوفت فيراري خافت ودخلت بعضها عملت اون استراتيجي غالطه. شو يصير العاشر يولي اللول والاولاني قد جاء لوكلير خامس سادس خامس فهمت وباي باي شامبيونات هذا
معها. لا اسمع انا معك. لحظه نتعديو للي بيلوت تو نتعديو للي بيلوت في صافي صافي بيلوت قعدتنا خاطر برشا وعندنا انفورماسيون على لي زوتر سبور دونك لي بيلوت فما اوسكار بياستري اللي صارت عليه جذك ضجه كبيره الايامات هذيا خاطر يافي لو ديبار تاع شو اسمه سيباستيان فيتيل من استون مارتين دونك خذا روتريت نتاعو زاد نشوفوا شو اسمه الونزو باش يمشي لاستون مارتين خاطر علاش خاطر الونزو الكونترا نتاعو مع البين يعملوه له بعام دونك هو يشيرش ديما باش يقعد اكثر في الفورمولا دونك استون مارتين بروبوزيت له 3 سنين و 4 سنين دونك يساعدو خير دونك المشكله تو في البين ماهيش باش تلقى البيلوت اللي حاشتها به دونك في مشكله كبيره بيتيت باش ترجع ريكاردو والا فما بورشير فما لو بيلوت بورشير في الفورمولا 3 كمل عامنا ولا 5 خاطر فما شفارتسمان روسي سي لو جون بورشير فرنساوي فوالا فما شفارتسمان روسي دونك ما ينجمش يدخل بحكم المشكله نتاع اوكرانيا وروسيا وفما تيك توم دونك ما نتصورش انجليزي يحبوا يدخلوا في كوري فرنساوي دونك في 20 ثانيه مالوريزمون الوقت وفي هشام 20 ثانيه نحكي لكم معنى المغرومين باش نوجه للمستمعين المغرومين بالسبور وميكانيك اليوم في الجران بري فما الموتو جي بي اليوم يجمو يتفرجوا فيه دونك نتاع سيلفرستون لانجلتير فما الدبليو في ار سي في فنلندا فما الموتو كروس في السويد فما الناسكار في ميشيغان وفما الجران بري جي لو 28 ولا 28 لو 28 اوت في بلجيكا في سبا فرانكونشان وعندك دبليو في تي سي ار زاد اليوم في لانو دوران في فرنسا وعندنا ان بيلوت مغربي يشارك اللي هو رالي اللي هو سور سيركوي دبليو في تي سي ار اللي فيها بيلوت مغربي مهدي بناني دوزيام كلاسمون مونديال احنا عندنا نشوف لك شوف لي حال في تونس يعطيك الصحه هشام عامر احنا هكا نكونوا خلطنا الاخر موعدنا لليوم في بريد نشكر الناس الكل اللي تفاعلت معنا في حلقتنا اليوم اون كومونتير على الباج فيسبوك نتاعنا فرات حميده رافقكم او ميكرو عزه في الاخراج سليم في الاخراج الرقمي مختلف فقراتنا تنجموا تلقاهم وتعاودوا تتفرجوا فيهم على الباج فيسبوك نتاعنا راديو اف ام وام تي اش ميديا تالنتس موعدنا ان شاء الله لحد الجاي كيف كيف في بريد نخليكم مع باقي برامجنا ما قال لكم نقول لكم بون ويكاند.